بسم الله الرحمن الرحيم. القلب، النهاردة هتكلم عن القلب، أهم عضلة في الجسم. وزي ما احنا شايفين القلب موجود في وسط الجسم تماما، وليس على اليسار زي ما ناس كتير بتظن انه موجود في الشمال. هو في وسط الجسم ويتجه يسارا سنة بسيطة، اللي هو البوز بتاع القلب بيتجه للشمال شوية، لكن القلب في نص الجسم. ودي صورة بتوريك القلب وهو بيتحرك جوه أحد العمليات. وزي ما احنا شايفين في الفيديو ده، القلب بيتكون من 4 حجرات عشان يضخ الدم لكل أنحاء الجسم: أذين أيمن وأذين أيسر وبطين أيمن وبطين أيسر، 2 يمين و2 شمال. يقوم البطين الأيسر اللي هو أهم واحد فيهم بضخ الدم في الأورطة اللي بدور وبيتفرع لحد ما يوصل لأبعد حتة في الجسم عن طريق شعيرات دموية صغيرة جدا تغذي المنطقة بالأكسجين والجلوكوز والأغذية، ويرجع الدم تاني منها في الأوردة اللي بيبقى الدم فيها لونه أزرق، وأول ما يرجع تستقبله الحجرة اليمين من القلب اللي هي اسمها الأذين الأيمن، ومنها إلى البطين الأيمن بيتضخ، ثم يضخ البطين الأيمن بعد كده في الشريان الرئوي اللي هيوديه للرئة عشان خاطر يتأكسد ويرجع تاني أحمر، ومن عندها يرجع تاني للناحية الشمال في القلب للأذين الأيسر أولا، ثم للبطين الأيسر. والبطين الأيسر ده اللي هو أهم واحد اللي قلنا أنه بيضخه بعد كده في الأورطة، ومنه إلى بقية أنحاء الجسم وتستمر الدورة. وعشان الدورة تفضل في نفس هذا الاتجاه لابد من صمامات تخلي الدم يمشي في اتجاه واحد. في ناس هتقولك طيب ليه لما الدم يمشي من الأذين الأيسر مثلا للبطين الأيسر يجي القلب ينقبض ما يرجعش تاني الأذين مكان اللي بيخليه يروح للأورطة؟ هذا نتيجة مجموعة من الصمامات تفصل بين كل حجرة والتانية، 4 صمامات هنشوفهم دلوقتي في الفيديو: الصمام ثلاثي الشرفات، والصمام النيترالي، والصمام الأورطي، والصمام الرئوي. وزي ما احنا شايفين كل صمام فيهم بيفتح ويقفل مع كل انقباضة لعضلة القلب. عضلة القلب اللي بتدق بدون توقف من 60 إلى 90 مرة في الدقيقة، يعني حوالي 100,000 مرة في اليوم، يعني أكتر من 5 مليون دقة في السنة بلا توقف، سبحان الله. نبدأ بأول صمام فيهم اللي بين الأذين الأيمن والبطين الأيمن، ويسمى ثلاثي الشرفات. سموه ثلاثي الشرفات لأنه عبارة عن 3 بيبان لازقين في بعض، بيفتحوا لما الدم يزقهم من ورا زي ما احنا شايفين في الفيديو، وأول ما يبدأ القلب يضخ يقفلوا، مش هما اللي بيقفلوا، ده القلب بيزقهم فيقفلوا قصاد بعض. وكذلك الفكرة في بقية الصمامات، أدي الصمام الرئوي، وبعد كده الصمام الميترالي زي ما انتوا شايفين بيفتح لما الدم يحب يعدي، وبعد كده لما القلب يبدأ ينقبض يزقه فيتقفل تاني. وسبحان الله عشان خاطر ما يرجعش تاني ربنا خلق له زي فتل أو حبال تشده عشان ما يتقلبش للناحية التانية. وزي ما احنا شايفين دي فيديو احنا داخلين جوه الأورطة، وادي الصمام الأورطي بيفتح ويقفل، وبعد كده هيلف، واحنا دلوقتي جوه البطين الأيسر وشايفين الفتل دي هي دي اللي ماسكة الصمام الميترالي من انه يقلب تاني. ودي آخر حاجة اللي هي شرايين القلب اللي بتغذي القلب اللي هنتكلم عنها ان شاء الله في مرات قادمة، الشرايين التاجية. كان معكم الدكتور رامي اسماعيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.